بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم معانا في هذا اللقاء، وعايزين نتكلم على موضوع مهم جدا وبقى كثير الحدوث وشائع جدا، وربنا يعني يعافي الجميع نتيجة كثرة الحوادث اللي هو كسور الحوض او الفراكشر بيلفيس، بيحصل بسبب الحوادث الجامدة او نتيجة كتير قوي من السقوط من ارتفاعات عالية جدا مع العمال البناء وحاجات زي كده. فهنتكلم عن هذا الموضوع. الحوض يعتبر هو الحلقة ما بين العمود الفقري وما بين الرجلين، لذلك لابد ان يكون الوصلة دي سليمة عشان الواحد يقدر يمشي بشكل جيد، ولازم يكون الحوض بشكل منتظم ومتساوي الناحيتين، ناحية اليمين وناحية الشمال. كسور الحوض بتحصل نتيجة اصابة بيكون شديدة لا قدر الله، نتيجة حادث او نتيجة واقع وقوع من ارتفاعات شديدة جدا، فممكن هي تعمل كسور في الحوض، ممكن تبقى مصحوبة بمشاكل كتيرة جدا، ممكن يكون يحصل فيها إصابات في أجزاء مختلفة من العمود الفقري وأجزاء مختلفة من الجسم، ممكن يكون كسور في الدراعات أو كسور في الرجلين، وممكن يحصل نزيف داخلي، ممكن يحصل إصابة في أحد أعضاء الجسم، ممكن تبقى إصابة مهددة للحياة. لذلك كسور الحوض لابد المريض ان هو يدخل المستشفى ويتقاس كل العلامات الحيوية بتاعته، يشوف الضغط، يشوف النبض، يشوف الحرارة، وبعدين يتشاف ايه الوضع بتاعه، ويتعمل اشعاعات كاملة على الجسم كله وعلى الحوض وعلى الصدر وعلى الدماغ، احيانا ممكن يكون في اصابة في الدماغ، وممكن يبقى فيها مصحوبة بنزيف شديد جدا، بالتالي حالة المريض ممكن تكون بتدهور، ولذلك ممكن يحتاج تدخل جراحي على هيئة مثبت خارجي للحوض علشان انقاذ حياة المريض، وبعد كده ان احنا بنقدر الحالة بعد كده حسب الحالة ويعني تقسيمة الاصابة او وضع الاصابة بالظبط، وبيكون التدخل ممكن يحتاج علاج تحفظي او ممكن يحتاج تدخل جراحي. احيانا يكون الاصابة شديدة في المفصل او في الحوض، بالتالي بيحصل حاجة اسمها vertical shear. vertical shear يعني هتلاقي نص الحوض لفوق ونص لتحت، ممكن يبقى حاجة اسمها open book injury، يعني كأنه هو كتاب مفتوح، المفصل الحوض اتفتح من بعضه خصوصا من قدام، وممكن يكون يحصل فيه إصابة في المفصل اللي هو الخلفي اسمه ساكرو إلياك جوينت، المفصل ما بين الحوض وما بين العمود الفقري، وبيعمل يعمل حاجة اسمها ايه سباينو بيلفيك دوسيشيشن، يعني الثباتية ما بين العمود الفقري وما بين الحوض بتكون حصل فيها تخلخل وحصل فيها خلل، بالتالي المريض بيحتاج يعمل أشعة عادية وأشعة مقطعية تبقى ثلاثية الأبعاد علشان نقدر حجم الإصابة، وبالتالي نعمل تخطيط للعلاج. لو الموضوع بسيط زي كده، يعني مثلا مجرد شرخ أو كسر الحلقة بتاع الحوض، حاجة اسمها فراكشر في البيوبيك رماي زي الحالة دي، ممكن تحتاج مجرد بيد ريست راحة في السرير أو حزام للحوض، والأشعة هي بعد أسبوعين الوضع كويس جدا، فإن شاء الله خلال 6 أسابيع تكون خفت وبقت كويسة. أحيانا بيحتاج لما يكون المريض إصابة شديدة جدا، ممكن يحتاج إن هو تركيب شرايح ومسامير، مثلا شرايح ومسامير في حاجة اسمها سيمفيس بيوبس، أو ممكن مسامير في المفصل الخلفي اللي هو الساكرو إلياك جوينت، ممكن مثبت خارجي عشان يثبت المفصل، ممكن يكون كومباينيشن، يعني ده مع ده مع ده. فمعنا الصورة ديت فيها كسر في الحوض وفيها خلع في المفصل وفيها كسر في الحق المفصل فراكشر أسيتابلم، وده طبعا بيحتاج تثبيت وبيحتاج شرايح ومسامير. دي شرايح ومسامير متركبة في الحوض أمامي وواخدة المفصل الخلفي لحد القدام، وممكن تركب بطريقة بيولوجية.
دي شرايح بتركب في حق المفصل او الفراكشر استابلا، ممكن تركب قدام او من الخلف او تركب على مراحل حسب حالة الكسر وحسب حالة المريض وتحمله. ده الشريحة اللي بتركب من الامام على السيمفيسيس بيوبس في حالات خلع المفصل اللي هو السيمفيزيال ديسربشن. دي حالة فيها سيمفيز ديسربشن او الخلع قدام وفي خلع خلفي في المفصل اللي هو ساكرو إليك جوينت، ودي بتحتاج برضو تثبيت. دي حالة اللي هي بنسميها فيرتيكال شير، اللي هو نص الحوض بيبقى منفصل عن التاني، وبحيث ان هو زي ما احنا شايفين كده ان ارتفاع الحوض بيختلف من واحد من ناحية عن التانية، وبالتالي ممكن يبقى فيه فرق في الطول لو لحم على كده. وده الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد اللي بتوضح لنا ان في حاجة اسمها لامبو بيلفيك دوسيشيشن، يعني كسور الحوض أصبح فيها تقدم شديد جدا مقارنة باللي كان موجود قبل كده، نتيجة التقدم في التقنيات وتقدم في الخبرات الطبية ونتيجة التقدم في الدراسات والآلات وجهاز السيار ما أثناء العملية. فبالتالي ممكن ان هي تتعالج وممكن تبقى كويسة. يبقى إذن تقييم الحالة تقييم جيد والاستماع لمشكلة المريض، وفي نفس الوقت صح فحص الحالة من يعني من كل الجهات والاهتمام بالضغط العيان والنبض والعلامات الحيوية، وبعدين الاهتمام ان ممكن يكون عنده مشكلة نزيف في مكان ما، اشعات تكون شاملة اجزاء الجسم المختلفة اللي مشكوك فيها في الصدر، ممكن يحتاج اشعة مقطعية، ممكن يكون اشعة على المخ. المهم ان المريض محتاج ان هو يتفحص بشكل جيد، ممكن يحتاج مثبت خارجي في حالات الطوارئ عشان تنقذ حياته، وبعدين بعد كده نعمل بلاننج او خطة لمعالجة المريض بحيث ان هو ممكن يعمل تثبيت للحوض خلال اسبوع من الحادثة. فالموضوع هام جدا وشائك جدا ومحتاج ان هو يتم التعامل معاه بدقة. بتمنى في نهاية الفيديو ان يكون الفيديو اعجب حضراتكم وقدم شيء مفيد لحضراتكم، وبشكركم على متابعة القناة، واللي مشترك في القناة يشترك فيها ومن مشاركة للفيديو، وبستنى تعليقات حضراتكم عشان نحن نناقشها. ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.